أعرب عدد من المواطنين في محافظة تعز عن فرحتهم بكسر الحصار المفروض على المدينة وبدء دخولهم وخروجهم إلى النصف الآخر من مدينتهم الباسلة. المزيد في الاستطلاع التالي. والله فرحة كبيرة لأبناء تعز أن يكسر جزء من الحصار وتخف المعاناة. 4 مليون مواطن يعني محرومون من التنقل ما بين المدينة وخارج المدينة. 9 سنوات من الحصار المفروض على هذه المدينة. اليوم بهذه اللحظات أعلنت الشرعية فتح الطريق من جانبها وفي انتظار الحوثي الذي أعلن قبل أيام أنه سيفتح الطريق مثل ما أغلقها قبل 9 سنوات. أحلى يوم في الحياة هو اليوم هذا. أننا اليمنيين يعني كلنا نشتري نتفق ونبقي أخوان كلنا. ولا في بيننا أي شيء يعني. هذا 9 سنوات كلنا محرومين من أهلنا اللي هناك محرومين مننا. وعلشان ايش؟ والله فرح يا استاذنا لا يقدر يعني بثمن يعني بهذه اليوم ننتظرها من دوز عدة سنوات ومش فرحتنا فرحة كل الشعب اليمني بهذه المناسبة. لأنها مناسبة عظيمة ولأنها ترفع مقدار كبير من الهم والمتعب الذي يعني المواطن منذ سنة. شوف من ناحية الأمور نحن متفائلين خير. والمبادرة الأولى بفتح الطريق كانت من جهة الشرعية. حاليا اليوم الشرعية تدشنا الافتتاح الرسمي للطريق. ننتظر التصريح من جهة الميليشيات بافتتاح الطريق. بالنسبة للشرعية الطريق مفتوح بالكامل. والله فرحة نحن لن توصف ابدا. نحن يعني من ابناء سكان المنطقه اكثر يعني من الناس اللي تضرروا وعانينا وشفنا كيف المنطقه يعني كيف كانت محقوره. الان فرحتنا ما توصف. نحن والجيران كلنا نحن يعني كل ابناء تعز فرحانين بهذا اليوم. والله اليوم هذه عرس ما هي يوم طبيعي.